يقول أحد العاملين في مراقبة الطرق السريعة: فجأة سمعنا صوت ارتطام قوي، فإذا سيارة مرتطمة بسيارة أخرى، حادث لا يكاد يوصف، شخصان في السيارة في حالة خطيرة، أخرجناهما ووضعناهما ممددين، أسرعنا لإخراج صاحب السيارة الثانية، فوجدناه قد فارق الحياة، عدنا للشخصين فإذا هما في حال الاحتضار، هب زميلي يلقنهما الشهادة، ولكن ألسنتهما ارتفعت بالغناء، أرهبني الموقف، وكان زميلي على عكسي يعرف أحوال الموت، أخذ يعيد عليهما الشهادة وهما مستمران في الغناء، لا فائدة، بدأ صوت الغناء يخفت شيئا فشيئا، سكت الأول وتبعه الثاني، فقد الحياة لا حراك. يقول: لم أرى في حياتي موقفا كهذا، حملناهما في السيارة، قال زميلي لي: إن الإنسان يختم له إما بخير أو شر بحسب. القلب ينشط للقبيح، وكم يناه عن الحسن، يا نفس ويحك، ما الذي يرضيك في دنيا العفن. القلب ينشط للقبيح، وكم ينام عن الحسن، يا نفس ويحك، ما الذي يرضيك في دنيا العفن. أولى بنا سفك الدموع، وأن يجلبنا الحزن، أولى بنا أن نرعوي، أولى بنا لبس الكفن، أولى بنا قتل الهوى، في الصدر أصبح كالوثن. فأمامنا سفر بعيد، بعده يأتي السكن، إما إلى نار الجحيم، أو الجنان جنان عدن، إما إلى نار الجحيم، أو الجنان جنان عدن، إما إلى نار الجحيم، أو الجنان جنان عدن، إما إلى نار الجحيم، أو الجنان جنان عدن. أقسمت ما هذه الحياة بها المقام أو الوطن، فلما التلون والخداع، لما الدخول على الفتن. يكفي مصانعة الرعاي مع التقلب في المحن، يكفي مصانعة الرعاي مع التقلب في المحن. تبا لهم من معشر ألفوا معاقرة الفتن، بينا يدبر للأمين أخو الخيانة مؤتمن. تبا لهم من معشر ألفوا معاقرة الفتن، بينا يدبر للأمين أخو الخيانة مؤتمن. تبا لمن يتملقون وينطون على دخن، تبا لهم فنفاقهم قد لطخ الوجه الحسن. تبا لمن يتملقون وينطون على دخن، تبا لهم فنفاقهم قد لطخ الوجه الحسن. تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن، تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن، تبا لمن باع الجنان
لأجل خضراء الدما تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدما القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن